طبعا طبعا بعد الترحيب بحضراتكم مره تانيه، احنا بنتكلم على ازمه اقتصاديه بتعاني منها معظم انديه العالم بما فيهم الانديه الكبيره. وخدوا بال حضراتكم، احنا بنتكلم على انديه زي ريال وزي مانشستر يونايتد وزي بي اس جي وزي بايرن ميونخ. كل الانديه دي الحقيقه فرقه الكوره بالنسبه لها بس مصدر دخل كبير جدا، تاثرت وعانت بشكل كبير جدا بسبب طبعا ازمه انتشار فيروس كورونا. بكلم حضراتكم على تراجع وانخفاض في معظم الميزانيات مقارنه الايرادات بالمصروفات. تجد ان معظم الانديه الكبيره جدا بتعاني من حاله عجز شديده، وبالتاكيد هياثر على مستوى الكره وهياثر على مستوى التعاقدات وهياثر على سوق الانتقالات بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. هنروح لألمانيا تحديدا، أكتر من سؤال طبعا، مفاجأة كبيرة جدا، كل عشاق البايرن ميونخ صاحب الثلاثية الموسم الأخير بيخرج من كأس ألمانيا على إيد فريق من الدرجة الثانية فرقة هولشتاين. هيكون معانا الصحفي كارستن كليرمن بشبكة راينشي بوست الألمانية. مساء الخير وبرحب بيك طبعا في البداية على شاشة النادي الأهلي. مرحبا، تحياتي لكم من قلب ألمانيا من ميشن جلادباخ. أود في البداية أهنئكم بأن النادي الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا الأندية واللعب في بطولة العالم الأندية الشهر المقبل. شكرا لكم. نتمنى طبعا بالتأكيد، وإحنا كمان مبارك لبايرن ميونخ، ونتمنى أنه يجمعنا لقاء حتى وإن كان على قمة أو على الفوز بكأس البطولة إن شاء الله في كأس العالم. شكرا لك، واتمنى ذلك، ستكون مقابلة مهمة جدا ان حدث ذلك. طيب بداية وقبل ما ادخل في اهم الاخبار تتعلق بالاندية الالمانية، خليني اعرف من وجهة نظرك تأثير ازمة الكورونا كوفيد 19 على الدوري الالماني وعلى الاندية الالمانية. بالفعل أثرت أزمة كورونا على الأندية في ألمانيا وعلى الفانس، على الجمهور، وتكبدت خسائر كثيرة بالفعل. وكما أعرب عن ذلك كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في حوار أجراه مؤخرا، أعلن ذلك واعترف قد يمكن أن تؤدي ذلك إلى إفلاس أندية كبيرة وأندية ألمانيا بسبب غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا. وأثر ذلك بالفعل ليس فقط على الأندية في التأثير المالي، وأيضا على الجمهور في التمتع بكرة القدم. أبدأ معك بالكلام عن بايرن ميونخ، بما أنه واحد من أكثر الأندية الألمانية اللي ليها شعبية هنا في مصر، والحقيقة يمكن كانت مفاجأة للجماهير دي خروج البايرن على إيد هولشتاين من بطولة كاس ألمانيا. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت للخروج المبكر ده؟ بالفعل هي خسارة مفاجأة في أمام هولشتاين كيل في أحد أندية دوري الدرجة الثانية في كأس ألمانيا. نرى أن الفريق البافاري يعاني بعض الاضطرابات في الفترة الأخيرة، أيضا في البوندس ليغا. أرى أن البايرن لم يستطع أن يبني الاستقرار المطلوب أثناء المباراة، قد يعاني في خط الدفاع في هذه الفترة. البايرن المتوج بالثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فهذه هي مفاجأة كبرى، شيء لا يصدق، خسارة الفريق البافاري الكبير أمام أحد أندية دوري الدرجة الثانية هولشتاين كيل. بالفعل فهو يكافح في إعادة السيطرة مرة أخرى للفوز بالألقاب والرجوع إلى مكانه في البوندسليغا، فكما نعلم هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن ميونخ في التأهل لدور 16 في كأس ألمانيا منذ عام 2000. حتى ورغم أنه بيبقى في بعض المواسم في منافسة قوية من أندية زي بروسيا دورتموند أو زي لايبزيج لبايرن ميونخ، إلا أنه الفريق كان قادر على الحصول على لقب البطولة لمواسم متكررة. هل تتوقع أنه ده يستمر الموسم ده، ولا قد يجد جديد من وجهة نظرك في بطولة الدوري الألماني؟
احتمالية ذلك غير موجودة من وجهة نظري، لا أعتقد ذلك. أرى أن البايرن كما ذكرت غير مستقر ويمر بأضعف حالاته الفنية، لديه مشاكل في خط الدفاع كما ذكرت، ليس الأمر واضح، يمر بأزمة فنية. فكما نرى في جدول الترتيب، لايبتسيج يعتلي المرتبة الثانية بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ، ويأتي بعد ذلك ليفركوزن ودورتموند في الترتيب بفارق نقاط قليلة، حيث يأتي دورتموند في المركز الرابع في ترتيب الجدول. أعتقد من وجهة نظري أنه صعب الحصول أو الحفاظ على التايتل، على اللقب هذا العام بوندسليغا لبايرن ميونخ في ظل وجود هذه المنافسة القوية. أخبار كثير ترددت عن بعد مشوار طويل طبعا مع البايرن، عن قرب انتقال ديفيد ألابا، كلام على رغبة ريال مدريد في ضم ألابا لصفوفه، وكلام أيضا عن اهتمام من ليفربول. إلى أي مدى بترى دقة هذه الأخبار، وإلى أي وجهة ستكون أو سيكون مشوار ألابا في الفترة القادمة؟ بالفعل دافيد ألابا هو لاعب مهم جدا، فهو لاعب مرن متعدد الاستخدامات في الملعب ريال مدريد في عز الحاجة إليه، وهناك الأنظار إلى ضم دافيد ألابا. هو لاعب خط وسط مركزي ودفاع مركزي ومركز الظهير الأيسر، فهو لاعب مهم جدا من وجهة نظري لفريق الريال مدريد. فعلا كلامك صحيح، أعتقد أن هذا سيعد هو انتقال كبير في الكارير الخاص بدافيد ألابا. أعتقد ذلك وأتصور ذلك، أنه قد يحدث هذا الانتقال في الميركاتو القادم، وأعتقد أن دافيد ألابا قد يغادر البايرن. بالفعل ريال مدريد هو الفريق الذي ينتظره دافيد ألابا. هل البديل زي ما ترددت بعض الأخبار أو الأنباء هيكون إيدر ميليتاو، كلام عن اهتمام بايرن ميونخ بانتدابه لصفوفه، وهل ده هيكون صفقة بديلة عن خروج ديفيد ألابا من القائمة الرئيسية للبايرن؟ بالفعل هذا الشخص، هذا اللاعب ميليتاو، هو قد يكون البديل فعلا. ديفيد ألابا لاعب مهم كما ذكرت، نفس المركز، نفس القوة، نفس جودة اللاعب، فأعتقد هو قد يكون البديل الحقيقي له، فهو مدافع ريال مدريد الأسباني الحالي. أعتقد من وجهة نظري فهو تغيير أو تبديل منطقي لتغطية هذا المركز المهم. أوباميكانو، أعتقد دعني أذكر لك أن هناك بعض المفاوضات مع أوباميكانو الفرنسي لاعب لايبزيغ، فهناك مفاوضات ومحادثات في ضم هذا اللاعب أوباميكانو لصفوف الفريق البافاري ليقوم كبديل لدافيد ألابا. كما ذكرت ربما هناك بعض المشاكل في خط الدفاع، وقد يكون دايوت أوباميكانو أو ميليتاو هم البديل في حالة انتقال ألابا إلى ريال مدريد أو غيره من الأندية. لديك حق. كارستن كليرمان الصحفي بشبكة رانشي بوست، بشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية نتمنى إن شاء الله مقابلة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. كلام كتير جدا، وأنا بتهيألي إنه كل جماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جايه في ال10 ولا ال14 يوم اللي جايين يهمهم جدا الاطمئنان على فرقتهم. انا ببص على ال14 يوم دول ان هم مرحله تحضيريه تمهيديه تجهيزيه للفرقه عشان تبتدي المعترك الاصعب، مشوار كاس عالم للانديه، بدايه مشوار دوري ابطال، كاس سوبر افريقيا، كلها مراحل مهمه جدا. وعشان كده كلام اكتر هيكون عن استعدادات الفريق وعن ملامح فرقه النادي الاهلي في الفقره القادمه مع واحد من ابناء ونجوم النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك، هيكون ضيف علينا في السادسه. تابعونا بعد الفاصل.